بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا لهذا اليوم عن مقارنة الكتلة للصف الأول. معكم المعلمة آلاء شلباية. لنبدأ درسنا لهذا اليوم بمعرفة ما هي الكتلة. ما هي الكتلة؟ الكتلة هي مقدار ما يحويه الجسم من مادة. هي مقدار ما يحويه الجسم من مادة. فلنشاهد ولنتعرف بالمقارنة بتلك الأمثلة. يوجد لدينا كرتان، أيهما أثقل؟ أحسنتم، الكرة البيضاء هي الأثقل لأنها تحوي مادة من الداخل، والكرة الحمراء هي الأخف لأنها فارغة من الداخل. إذن الكرة البيضاء أثقل من الحمراء، والحمراء أخف من البيضاء. يوجد لدينا أيضا سيارتان، السيارة الزرقاء والصفراء، أيهما أثقل برأيكم؟ أيهما أثقل؟ رائعين، السيارة الزرقاء هي الأثقل لأنها حجمها أكبر من الصفراء. السيارة الزرقاء أثقل من الصفراء، والصفراء أخف من الزرقاء. أيهما أثقل، السمكة أم النحلة؟ أحسنتم، السمكة هي الأثقل. إذن السمكة أثقل من النحلة، والنحلة أخف من السمكة. يوجد لدينا أيضا فيل وبطة، أيهما الأخف؟ البطة هي الأخف. البطة أخف من الفيل، والفيل أثقل من البطة. فلنعود يا أحبائي إلى كتاب الطالب صفحة 32. هيا، أيهما أثقل، الحصان أم الصوص؟ رائعين، الحصان أثقل من الصوص. الحصان أثقل من الصوص. الصوص أخف من الحصان. أيهما أثقل، الطوبة أم الريشة؟ أحسنتم، رائعين، الطوبة أثقل من الريشة، والريشة أخف من الطوبة. رائعين، فلنفتح كتاب التمارين صفحة 24. التحدي الأول، أحوط الأثقل في كل شكل مما يأتي. أيهما أثقل، الفيل أم الفأر؟ أحسنتم، رائعين، الفيل هو الأثقل. إذن نحوط الفيل لأنه أثقل من الفأر. ب، أيهما أثقل، القرد أم القطة؟ أحسنتم، القرد هو الأثقل. رائعين، أحوط أثقل شيئين مما يأتي. يوجد لدينا مجموعة من الأشياء، حقيبة، قلم، ممحاة، كتاب، أيهما الأثقل؟ الحقيبة هي الأثقل، والكتاب هو الأثقل، فلنحوط عليهما. التحدي الثالث، أكتب كلمة أخف أو كلمة أثقل في المربع. يوجد لدينا ميزان لتلك الأشياء. دائما الميزان عندما يكون تحت يكون هو الأثقل، وعندما يكون فوق يكون هو الأخف. إذن هذه أخف، نكتب أخف، وهنا أثقل. هنا الأناناس والموز، أيهما أثقل؟ الأناناس أثقل، والموز أخف. وهنا بطيخة وتفاحة، أيهما الأثقل؟ فلنرى الميزان
هنا البطيخة أثقل والتفاحة أخف، وهكذا تعرفنا على كيفية مقارنة الكتلة. إلى اللقاء.